طب كلميني بقى عن بطولاتك المختلفه، يعني انت دخلتي كذا بطوله في 2017 في 2019، يعني في على مدار السنين كان بطولات كتير وكل بطوله اصعب من الثاني وليها كواليسها، فخليني اعرف منك. هو يعني كل بطوله بيبقى ليها ان احنا نحاول، يعني كل بطوله ليها تاهيل غير التاني. على اساس ان انا اول ما الدرو بينزل ببقى بلاعب حد مختلف عن اللي قبله، فده ليه تجهيز مختلف عن التاني. وكل ما بنكبر الموضوع بيبقى اصعب، الناس بتبدا تجمد اكتر، ويعني الدنيا بتختلف خالص. فبس يعني هي سنه 2019 بصراحه كانت كويسه جدا بالنسبه لي، ان انا خدت تقريبا 6 أو 7 مراكز اول فيها، فكانت التوب. جينا في 2020 الكورونا قفلت الدنيا خالص، قفلت الحياه. فمبقاش فيه اصلا بطولات، مفيش اي تجمعات، ومفيش تمرين، مفيش، يعني الدنيا قفلت شويه لغايه ما بدانا تاني، ولسه بادئين اول بطوله، يعني دي تاني بطوله في السنه. حلو قوي. بعد الكورونا دينا مع الاهلي حاليا، يعني انت جبتي زي ما بيتقال كده اخر حاجه في مصر، يعني انت بتلعبي مع اكبر نادي. لا بجد ده واقع، بتلعبي مع اكبر نادي دلوقتي في مصر، فدي خطوه كتير بيتمناها، انت الحمد لله وصلت لها. بعد كده دينا بتطمح لايه؟ هل انا بتكلم في عالميه؟ هل انا بتكلم في احتراف؟ يعني واكيد عشان اعمل ده لازم اكون ماشيه في طريق معين، فانت بتجهزي نفسك كده؟ انا بحاول ده اعمله دلوقتي. انا بصراحه جت فتره الجامعه كنت حاولت اركز اكتر في الجامعه، لان انا يعني كنت عايزه اوازن بين الاثنين. انت بتدرسي ايه بالمناسبه؟ انا خلصت فاينانس، والحمد لله متخرجه اكستنت وذ اونرز، يعني فحاولت اظبط شويه في الجامعه. حلو. لغايه لما خلصت وقلت ابدا اللي هو واخدها بقى واحده واحده من الاول، على اساس يعني لو الدنيا بقت في البروفيشنال احسن يبقى كويس. يعني امتى ممكن اقول انا اكتفيت من اللعب مثلا، جبت البطولات كلها او كل حاجه في الاهلي، فانا عايزه بقى اروح على مستوى عالمي؟ يعني امتى ده هتقوليه؟ مش بتتقال كده، لان هو حتى انا لو رحت عالمي بفضل باسم الاهلي بلعب بالزبط. بطولات للاهلي. انت هتحترفي باسم اصلا انت جايه من هنا بالظبط. يعني. فانا اوريدي طالما حتى احترفت باسم مصر برضو بلعب باسم الاهلي، فما عنديش اللي هو الحته اللي هو لا خلاص الاهلي نوقفه على كده. بس عينك على يعني الليفل العالمي او انترناشونال. يعني طيب بتبصي على مين من البطلات العالميين؟ اتكلم على البطلات تحديدا في اللعبه دي، وبتتابعي الستايل بتاعها، او يعني نفسك في يوم من الايام تكوني زيها؟ انا بصراحه نفسي ابقى زي رنيم الوليلي، يعني هي بيرفكت في كل حاجه، لذيذه وبتلعب بشكل مختلف، وحتى في الملعب مختلفه جدا. فكل يعني احنا معظمنا بيتمنى يبقى زي رنيم. بصراحه قابلتيها قبل كده؟ ولعبت معاها في بطوله، هي بطوله الجمهوريه، هم بينزلوا يلعبوا فيها، فلذيذه جدا، وفي الملعب بصراحه مختلفه. يعني وشفتي ازاي انتقلت من ليفل لليفل؟ ويعني بصيتي على السي في زي ما بتقال؟ بحاول على اساس اشوف هي مشيت الستيب باي ستيب ازاي، على اساس ان احنا نمشي بنفس الستيبس يمكن الدنيا تبقى زيها. على فكره مش حاجه مستحيله، يعني ما بقاش زيها ليه؟ طالما انت تقدري وعندك حلم واحده اوصلي كل حاجه واحده واحده، وسعي ما هي كده كده هتقدري.